بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم. حلقة النهاردة بإذن الله حلقة جميلة جدا، فعايزك تتابعها من أول دقيقة لآخر دقيقة لأنك أنت هتستفاد منها بشكل كبير جدا. حلقة النهاردة بإذن الله هنكون عن كيفية تحميل وتثبيت ويندوز 11 وكمان تفعيله أحدث إصدار منه بتحديثات 2025. من خلال الحلقة دي هتكون مرجعية ليك في أي وقت أنت حابب إنك أنت تحمل ويندوز 11 برابط مباشر، حابب إنك أنت تشوف إزاي إنك أنت تحرقها، إزاي إنك أنت تثبتها، إزاي إنك أنت تفعلها بتفعيل أصلي كمان ورسمي وبيشتغل عندك مدى الحياة، هيكون من خلال الحلقة دي. والحلقة دي برعاية متجر سيليكوفر. متجر سيليكوفر كلنا عارفينه من أفضل المتاجر اللي بتقدم لك نسخ ويندوز أصلية وكمان بتشتغل عندك مدى الحياة. فتعالى مع بعض على طول دلوقتي نبدأ في أول خطوة، وهي كيفية تحميل ويندوز 11 برابط مباشر نسخة أصلية وكمان بتدعم الاستكمال. يلا بينا. وعشان تحمل ويندوز 11 بطريقه رسميه، كل عليك هتكتب في المتصفح بتاعك داونلود ويندوز 11 بالشكل ده. هيبدا يظهر لك الرابط دي، هتخش على اول رابط اللي هو موقع مايكروسوفت داونلود ويندوز 11، ضغطه بالشكل ده. هيبدا يدخلك على الصفحه هنا. كل عليك هتبدا تنزل تحت شويه، هتبدا تنزل لحد ما توصل لحد داونلود ويندوز 11 ديسك ايمج ايزو 64. طبعا مفيش نسخه 32 من ويندوز 11، فانت كل عليك هتنزل تحت شويه هنا وهتبدا انك انت تختار من هنا ويندوز 11، ضغطه بالشكل ده. وبعد كده تضغط هنا على كلمه داونلود ناو. وفي المرحله دي بيقول لك اختار اللغه بتاعه النسخه اللي انت عايز تكون عليها النسخه. لو فتحت القائمه دي هتلاقي في كل اللغات، فانت اختار اللغه اللي انت عايزها. انا اختار اللغه الانجليزيه بالشكل ده، واضغط هنا ضغطه. زي ما انت شايف هيبدا يظهر لك داونلود ويندوز 11، وطبعا اللغه اللي انت اخترتها. هتضغط هنا على كلمه داونلود 64 بت، وهتبدا انك انت تشوف المكان اللي انت عايز تخزنها فيه، وتضغط هنا على كلمه بدء التحميل، وهتبدا تتحمل معاك على طول زي ما انت شايف برابط مباشر. وهتنتظر لحد ما تخلص بقى مرحله التحميل، بتاخد وقت على حسب سرعه الانترنت عندك. وكده بقى احنا عملنا اول خطوه، هي ان احنا حملنا الايزو بتاع ويندوز 11 برابط مباشر، وبقى عندنا الاسطوانه موجوده عندنا على الجهاز. الخطوه الثانيه وهي انك انت تبدا تحمل الاداء او البرنامج اللي هتحرق بيه النسخه دي على الفلاشه بتاعتك. في اكتر من طريقه او اكتر من برنامج انك انت تحرق بيه النسخه على الفلاشه. والناس اللي كانت بتسالني يعني ايه حرق، الحرق انك انت تجيب فلاشه وتحط عليها الاسطوانه من خلال اداء او من خلال برنامج معين، هو دي اسمها عمليه حرق. فيلا بينا نخش على خطوه تحميل الاداء وكيفيه الحرق من خلالها نسخه الويندوز على الفلاشه. يلا بينا. ودلوقتي بالنسبه لخطوه حرق الويندوز، في كل اللي عليك انك انت هتكتب في مربع البحث عندك في المتصفح كلمه ريفيس بالشكل ده. كل اللي عليك بعد كده هتضغط هنا على اول رابط هيظهر لك ضغطه، هيبدا يدخلك على موقع ريفيس. هتبدا انك انت تنزل تحت شويه، دي شكل الاداء اللي انت هتحملها عشان تحرق بيها الويندوز. هتبدا تنزل تحت لحد ما تبدا انك انت تحمل احدث اصدار متاح للبرنامج. فانت كل اللي عليك هتضغط ضغطه هنا بالشكل ده على احدث اصدار، وهتبدا تحمل الاداء. حجمها صغير جدا، حوالي 2 ميجا، هتخزنها وليكن مثلا عندك على الديسكتوب على سطح المكتب، وتضغط على سيف وبدء التحميل عشان تبدا تتحمل معاك على طول. وبعد ما تحمل برنامج ريفيس هيكون عندك بالشكل ده. كل عليك هتضغط عليه دبل كليك، هيبدا يفتح البرنامج معاك بالشكل ده. كل عليك هتبدا توصل اليو اس بي بتاعتك على الكمبيوتر عشان يقرا على البرنامج. تمام كده، انا اليو اس بي بتاعتي قريت هنا عندي على البرنامج بالشكل ده. بعد كده هتضغط هنا على كلمه سيلكت عشان تبدا تختار الايزو بتاع ويندوز 11. هتروح على المكان اللي موجود فيه وتبدا انك تختاره، وتضغط هنا على اوبن عشان يبدا يقرا عندك على البرنامج. بعد كده هنا بالنسبه للبورتيشن، هل الجهاز عندك الهارد بتاعك ام بي ار او جي بي تي، تختار على حسب الهارد بتاعك. انا اختار جي بي تي، لكن لو انت مش عارف ممكن تختار ام بي ار على طول، هيشتغل معاك على الاثنين. بتبدا تنزل تحت شويه، خلاص كده خلصت كل حاجه، تضغط بعد كده هنا على ستارت. بعد كده بيظهر لك المربع ده، ومهم جدا انك انت تخلي العلامات عندك علامه الصح تكون موجوده على اول اختيار وثاني اختيار واخر اختيار عشان ما تواجهكش اي مشكله اثناء التسطيب لنسخه ويندوز 11. بعد كده تضغط هنا على اوكي. بعد كده بتظهر لك الرساله التحذيريه دي ان هو هيفرمط لك الفلاشه كلها بالكامل، فخد بالك ان ما يكونش عليها ملفات انت تكون محتاجها، لان هيعمل لها فورمات بالكامل. هتضغط هنا على كلمه اوكي، وهتبدا دلوقتي مرحله حرق الويندوز على الفلاشه، فبتسيبها لحد ما تخلص خالص ويجيب لك رساله ان هو خلص عمليه الحرق. تمام كده، خلاص تمت عمليه الحرق بنجاح، وكتب لي هنا كلوز. هضغط هنا على كلوز وكده خلاص هقفل كده، مش محتاج خلاص. ولو رحت دلوقتي عندي هنا على الكمبيوتر هتلاقي زي ما انت شايف الفلاشه بقت موجوده عندك وظاهره بالشكل ده، وكده انت حرقت النسخه بطريقه صحيحه. ولحد هنا كده تمام، احنا خلاص بقى معانا النسخه وكمان حرقناها على الفلاشه. ناقص دلوقتي ان احنا نبدا نسطب النسخه عندنا على الجهاز. فيلا بينا نروح نسطب النسخه اللي احنا حرقناها على الفلاشه على الجهاز بتاعنا. يلا بينا. ودلوقتي هوريك ازاي انك انت تسطب ويندوز 11 من خلال اليو اس بي اللي انت حرقت عليها النسخه. اول حاجه طبعا هتبدا انك انت تركب اليو اس بي بتاعتك في قلب جهاز الكمبيوتر. هنبدا نركبها. تمام، فتحت معانا بالشكل ده. كل عليك دلوقتي هتبدا انك انت تعمل اعاده تشغيل للجهاز بتاعك. وخد بالك مجرد ما تعمل اعاده تشغيل ويبدا يظهر لك الشعار بتاع الجهاز بتاعك، هتضغط على زرار البوت. وعشان تعرف زرار البوت، انت كل عليك مثلا انا جهازي اتش بي بضغط على F9، انت مثلا لو لينوفو
اي جهاز تاني توشيبا اي جهاز تاني ممكن تكتب في اليوتيوب او في جوجل بوت وتكتب اسم الجهاز بتاعك هيظهر لك زرار البوت. لكن انا الجهاز بتاعي اتش بي فبضغط على اف 9 هعمل اي تشغيل وابدا اضغط على اف 9 مجرد بس ما يظهر لي الشعار تمام ظهر معايا ضغطت على اف 9 تمام هو كده دخلني على البوت. كل اللي عليه الوقت ان انا هبدا اختار اليو اس بي بتاعتي اللي انا حرقت عليها. طبعا هتلاقي عندك اكتر من حاجه انت بتبقى عارف اليو اس بي بتاعتك. انا اليو اس بي بتاعتي هي رقم 2 دي هضغط على انتر تمام. زي ما انت شايف دلوقتي ظهر الشعار بتاع ويندوز 11 عشان بعد كده يبدا يدخلني على مرحله التصطيب على طول تمام. كده زي ما انت شايف بدات مرحله اختيار اللغه اول مرحله معاك. فانت هتبدا انك تختار اللغه طبعا على حسب ما انت كنت محمل النسخه. هنا كمان تقدر تختار اللغه الثانيه يعني زي ما انت شايف هتلاقي عندك جميع اللغات. انا هختار العربيه المصريه هتلاقي عندك كل اللغات. انا هختار العربيه المصريه تختار على حسب ما انت عايز. بعد كده تضغط هنا على نيكست. بعد كده هنا بتخليها على العربيه 101 لو انت اخترت العربيه المصريه تضغط هنا على نيكست. بعد كده انت عايز تعمل انستول فخليها على نفس العلامه وهنا اضغط هنا على الخيار ده واضغط هنا بعد كده على نيكست. في المرحله دي هيطلبك بسيريال لتفعيل نسخه الويندوز فاحنا هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نوصل على سيريال بسعر رخيص وكمان سيريال يشتغل عندنا مدى الحياه بتفعيل رسمي. وزي ما شفت دلوقتي على الشاشه ان احنا اثناء عمليه التصطيب ظهر لنا اختيار ان احنا نضيف سيريال للنسخه عشان خاطر نقدر نفعل بها النسخه عشان تشتغل عندنا مدى الحياه. طبعا ممكن تقدر تتخطى الخطوه دي وتعملها بعد كده لكن الافضل انك انت يكون عندك سيريال تفعل بيه النسخه عشان لما تيجي تفتح الجهاز يبقى الجهاز موجود معاك وكمان مستفعل بسيريال الاصلي مدى الحياه. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي انك انت تقدر تحصل على سيريال اصلي لنسخه الويندوز عندك وتفعله بيه في الخطوه دي وكمان بسعر رخيص جدا من خلال متجر سيديكي اوفر. يلا بينا. ودلوقتي كل حاجه عشان تقدر انك انت تحصل على سيريال للنسخه بتاعتك وتقدر انك انت تضيفه في خانه اللي بيطلبك بيها موقع مايكروسوفت لتفعيل النسخه هتنفق لك موقع جميل جدا في صندوق الوصف هو موقع اسمه سيديكي اوفر. الموقع ده من افضل المتاجر اللي ممكن من خلالها انك انت تشتري سيريال اصلي ويشتغل مدى الحياه عندك على الجهاز بتاعك. زي ما انت شايف اول ما بتخش على الموقع بتلاقي جميع نسخ الويندوز عليه ويندوز 10 وويندوز 11 وكمان عليه برامج مكتبيه زي الاوفيس بجميع اصداراته. انت هتبدا هنا مثلا احنا ويندوز 11 خلي بالك هتلاقي عندك ويندوز 11 برو وعندك ويندوز 11 هوم فانت على حسب النسخه اللي انت محملها. طبعا انا هختار البرو هي الافضل فهضغط ضغطه هنا بالشكل ده عليها. بعد كده هيبدا يدخلك على لينك شراء لويندوز 11 زي ما انت شايف السعر بتاعها حوالي 31 دولار لكن في تخفيضات معانا ومعانا كوبون خصم ممكن تستفيد بيه بنسبه 25%. فزي ما انت شايف هنا السعر حوالي 31 دولار او 32 دولار. هتضغط هنا على كلمه باي ناو وضغطه بالشكل ده. الخطوه اللي بعد كده هتبدا تنشئ حساب ليك على الموقع عشان تكمل عمليه الشراء. هتضغط هنا على ساين اب ناو ضغطه بالشكل ده وتبدا تضيف ايميل ليك وباسورد وتاكد الايميل وتضيف اسم ليك وكمان تضيف اسم العائله وتضغط على ساين اب على طول او تعمل تسجيل سريع دخول عن طريق جوجل بلس او حتى عن طريق اليوتيوب حسابك على اليوتيوب زي ما انت عايز. المهم انك انت تنشئ حساب ليك تمام. كده انا انشات حساب على الموقع وخلاص بقى الحساب بتاعي موجود بالشكل ده. كل عليا الوقت هرجع تاني وضغط هنا على باي ناو وضغطها وزي ما انت شايف في صفحه الشراء سعر السيريال 32 دولار لكن هتلاقينا في لك كوبون خصم بيعمل خصم 25% مجرد ما تضيفه وتضغط هنا على ابلاي ضغطه بالشكل ده هيتحول سعر النسخه لخصم 25% وهتبقى سعر النسخه حوالي 23 دولار يعني عملت لك خصم حوالي 8 دولار على سعر النسخه. بعد كده كل عليك هتنزل تحت شويه وتضغط هنا على سبميت اوردر عشان تكمل عمليه الشراء. وفي المرحله دي هتلاقي زي ما انت شايف الموقع بيوفر لك اكتر من طريقه دفع زي انك انت تدفع من خلال الفيزا او من خلال البايبل او حتى من خلال باي على حسب ما انت عايز. عندك بعض الوسائل الكتيره جدا للدفع. انا اختار الدفع من خلال الفيزا وهبدا انزل تحت شويه هنا وهبدا اكتب البيانات بتاعت الفيزا الخاصه بي ومجرد ما بضيف البيانات بتاعتي بضغط هنا على كلمه باي ناو عشان اكمل عمليه الشراء. وبعد ما بتخلص عمليه الشراء لو رحت هنا على الحساب بتاعك هتلاقي عندك هنا خانه اسمها ماي برودكت اوردر تضغط عليها ضغطه بالشكل ده هيظهر بعد كده عندك الصفحه دي هتضغط هنا على فيو كي ضغطه بالشكل ده وهيبدا يجيب لك السيريال الخاص بيك زي ما انت شايف تقدر تاخده نسخ بالشكل ده اهو السيريال الخاص بيك تقدر انك انت تاخده نسخ. ده السيريال اللي هنستخدمه دلوقتي وهنروح على النسخه بتاعتنا نكمل الخطوات ونبدا ان احنا نضيفه عندنا عشان يفعل لنا النسخه مدى الحياه تمام. كده وبعد ما اشترينا السيريال تعال نروح بقى عندنا على جهاز الكمبيوتر ونكمل الخطوه ان احنا نضيف السيريال في الخانه دي ونبدا نكمل خطوات تصطيب النسخه عندنا. يلا بينا. وبعد ما اشترينا السيريال من متجر سيديكو اوفر عندنا هنا بالشكل ده كل عليك دلوقتي هتضغط هنا على نيكست ضغطه بالشكل ده وهيبدا على طول مجرد طالما السيريال الاصلي بيبدا يكمل معاك الخطوات انت كده عشان تفعل الويندوز عندك بتفعيل اصلي مدى الحياه. تضغط بعد كده هنا على اكسبت وهيبدا دلوقتي يتاكد من السيريال ويكمل بقيه الخطوات. في المرحله دي هتبدا تختار البورتيشن اللي بيكون موجود فيه الويندوز زي ما انت شايف ده البورتيشن اللي موجود فيه الويندوز عندي اللي انا حاطه فيه الويندوز بتاع السي بقف عليه بالشكل ده وببدا اضغط هنا على كلمه ديليت فوق هتلاقي عندك كلمه ديليت فوق تضغط عليها ضغطه بالشكل ده. بعد كده بتروح مثلا لو في بورتيشنات اللي هي خاصه بالسيستم والحاجات دي كلها تبدا نفس الطريقه انك انت تدلتها ديليت بورتيشن تبدا تضغط هنا على ديليت بورتيشن ضغطه بالشكل ده
نفس الطريقه البارتيشن بتاع السيستم ده بتعمل له ديليت. هتلاقي زي ما انت شايف في المساحه السبيس اللي هو كان البارتيشن اللي كان فيه السي، ولو كان عندك بارتيشن بتاع السيستم وبارتيشن الريكفري اللي كلهم اتجمعوا مع بعضهم بالشكل ده، هتضغط بس كل اللي عليك تضغط هنا على كلمه كرييت بارتيشن، تضغط هنا كلمه ابلاي، وهيبدا دلوقتي يكريت لك بارتيشن جديد، وطبعا يعمل لك كمان بارتيشن للسيستم والريكفري. فانت بتنتظر ثواني بسيطه بيبدا دلوقتي يكريت لك بارتيشن. تمام، كريت البارتيشن، عمل لك بارتيشن 100 ميجا هنا للسيستم، وعمل لك بارتيشن حوالي 16 ميجا للريكفري، وبعد كده عمل لك البارتيشن اللي انت اتصرفت فيه اللي هو نسخه الويندوز. تمام، هقف عليه بالشكل ده. وطبعا زي ما قلت لك تختار البارتيشن بعنايه عشان خاطر ما تفكش اي ملفات لو انت عندك ملفات على الجهاز. بعد كده بتضغط هنا على كلمه نيكس، ضغطه بالشكل ده، وبعد كده طبعا بيقول لك انستول ويندوز 11 برو، تضغط هنا على انستول، وهتبدا دلوقتي مرحله التسطيب زي ما انت شايف العداد اللي انت شايفه قصادك ده. طب سيبه لحد ما يكمل 100%. طبعا الجهاز هيبدا يعمل اعاده تشغيل اكتر من مره، ما تتدخلش في اي حاجه لحد ما يجيب لك الخطوه ويطلبك بخطوه بعد كده. المرحله دي هتبدا انك انت تختار الدوله بتاعتك، فانا هختار ايجيبت مصر، وبعد كده اضغط هنا على يس، انت اختار على حسب الدولة بتاعتك. بعد كده خليها على يو اس زي ما هي، وتضغط هنا على يس. هنا تضغط هنا على اد عشان تختار اللغة للكيبورد، وتختار اللغة اللي انت عايزها، انا اختار العربية المصرية. وبعد كده بضغط هنا على نيكست. بعد كده خليها عربية 101، وضغط هنا على اد، وطبعا انت على حسب الدولة واللغة بتاعتك. بعد كده هنا لو انت عايز تعمل اتصال بشبكة الواي فاي، فانا هعمل اتصال. تمام، طالما الباسورد صح بتضغط بعد كده هنا على نيكست. في المرحلة دي هتبدا انك انت تضيف نيم للجهاز، فانا ببدا اضيف نيم لي، وبعد كده بتضغط هنا على نيكست. بعد كده بتختار ان الجهاز ده يكون في قلب المنزل عندك ولا في العمل الشبكة بتاعته، فانا اقول له في البيت. تمام، وضغط هنا على نيكست. في المرحلة دي هيبدا يعمل تشيك على جميع التحديثات اللي موجودة في قلب النسخة، لو في تحديثات جديدة هيبدا ان هو يضيفها لك، عشان لو انت كنت حملت الايزو وبعد كده نزل تحديثات فيبدا ان هو يعملها لك، فانت ما تتدخلش في اي حاجة. بعد كده في المرحلة دي هتضغط هنا على ساين ان، وهيبدا يطلبك انك انت تضيف ايميل ليك لمايكروسوفت، وانك انت تضيف الايميل لمايكروسوفت بقت الزامي، فانت الافضل انك انت يكون عندك ايميل لمايكروسوفت، كريت ايميل لمايكروسوفت، تقدر انك انت تعمل كريت اكونت من هنا، ولو عندك على طول ابدا انك انت تضيفه، ده مهم جدا بالنسبه لك، وهو كده طالبه كاجباري. هبدا اضيف الايميل بتاعي. بعد كده بقول لك كرييت بن، تعمل رمز بن للدخول الجهاز بتاعك، تضغط هنا على كرييت، وبتبدا انك انت تضيف لك رمز بن، وبعد ما بتضيفه بالشكل ده وتاكده بتضغط هنا على اوكي. بعد كده بالنسبه للاعدادات دي انت عايز تفعلها، شوف اللي انت عايز تفعله منها، مش عايز تفعلها الغيها، انا هلغيها كلها مش محتاجها. انت لو في حاجه منها بص عليها واقراها لو انت عايز انك انت تفعل حاجه منهم، لكن انا مش محتاجهم خالص كلهم دول. وبضغط بعد كده هنا على اكسبت. وطالما انت ضفت الايميل بتاعك بتاع مايكروسوفت، لو انت كنت عامل قبل كده باك اب على وان درايف بيبدا ان هو يظهره لك، انت عايزه مش عايزه خلاص، هنا اضغط على مور اوبشن، وبعد كده اضغط هنا ضغطه، بعد كده اضغط ضغط هنا تاني. وبالنسبه للخواص دي انت عايز تعلم عليها علم عليها، برده مش عايز اضغط هنا على سكيب، نفس الطريقه اضغط هنا على تخطي، نفس الطريقه اي حاجه تظهر لك زي كده مش محتاجه اضغط على تخطي على طول، وهنا اضغط هنا على نوت ناو. هنا بيقترح عليك انك انت تثبت نسخه من اوفيس 365 كنسخه تجريبيه، مش عايز اضغط هنا ضغطه بالشكل ده، اضغط برده نفس الطريقه ضغط هنا بالشكل ده، بعد كده اضغط هنا على نيكست. خلاص كده في المراحل النهائيه، وهيبدا دلوقتي يخلص ويفتح معاك الجهاز. تمام، فتح معانا الجهاز دلوقتي، ومبروك عليك بقى عندك ويندوز 11 على الجهاز، وكمان نسخه اصليه عشان احنا اشترينا سيريال من موقع سي دي كي اوفر. لو رحت هنا على السيتنج عشان تتاكد اول حاجه ان الجهاز بتاعك بقى جهاز رسمي ومفعل رسمي، وانت واقف على السيستم هتنزل تحت شويه وتروح هنا على التفعيل بالشكل ده. زي ما انت شايف عندك ويندوز 11 برو مفعل، طبعا بسبب السيريال كمان اللي احنا فعلناه من متجر سي دي كي اوفر، وكده بقى معاك ويندوز 11 اصلي عندك على الجهاز بتاعك. والجهاز دلوقتي احنا خلاص سطبنا عليه وعندنا ويندوز اصلي، وكده خلاص احنا سطبنا النسخه عندنا، وبقت عندنا نسخه اصليه من ويندوز 11 مسطبه عندنا على الجهاز، وكمان متفعله بالسيريال اللي اشتريناه من متجر سي دي كي اوفر. لو انت حبيت انك انت بقى تحمل برامج وسطبها عندك على الجهاز، بنصحك برضو انك انت تخش على متجر سي دي كي اوفر في معظم البرامج المكتبيه اللي بتحتاجها، يعني مثلا زي برامج الاوفيس، في اوفيس 2019 سعره رخيص جدا ممكن تشتريه، وكمان هتلاقي لنا فكره كوبون خصم بيحمل خصم 25%. حتى لو انت كمان عايز نسخه زي ويندوز 10 برضو هتلاقيها موجوده في قلب الموقع وعليها كوبون خصم 25%، تقدر تشتريها بسعر رخيص جدا. كده الحلقه بتاعتنا خلصت، يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكون استفدت منها. الحلقه دي تعبت فيها جامد جدا، فانت لو وصلت لحد اللحظه دي يا ريت ما تنساش لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.